بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الثايرويد جلاند. هنتكلم النهارده عن دور الثايرويد جلاند او الفانكشن اوف ذا ثايرويد جلاند، ويمكن ده خروج من علم الاناتومي الى علوم اخرى زي الهيستولوجي او الفسيولوجي. طبعا زي ما احنا شايفين، هو جايب لك هنا صورة واحدة، وطبعا ادي الايه، جيب بص كده، ادي الكارتلجز اللي هي تعبر عن اللارينكس، وبعدين ادي لي الثايرويد جلاند، اقوم جاي مكبر وموريك الاناتومي، وبعدين قام جاي واخد قطعة من الثايرويد جلاند وحطيتها تحت الميكروسكوب عشان يشوف التركيب بتاع الثايرويد جلاند، او الثايرويد جلاند دي يا جماعة عبارة عن ايه من جوه. وهنا عشان ادرس الايه الثايرويد جلاند واعرف هي بتعمل ايه، لابد ان انا ادرس التركيب بتاعها تحت الميكروسكوب. فهو هنا اخد الثايرويد جلاند، اخد قطعة وحطها تحت الايه الميكروسكوب، وادي اللايت ميكروسكوب ودرجة الايه التكبير، وحط الصبغه الحلوه بتاعت الهيستولوجي. وهنا بيقول لك ادي الايه الثايرويد جلاند، وهنا لقى ان الثايرويد جلاند عباره كده عن كور 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 كده كور كور بس كده. وهذه الكور بنسميها الثايرويد فوليكلز، كلمه فوليكلز يعني حويصلات كده، حويصلات كور كده ماشي. طيب قام جاي واخد برضه، قام جاي مكبر اكتر، واخد قطعه برضه قام جاي مكبرها ايه اكتر تحت عدسه من عدسات الميكروسكوب الضوئي بدرجه تكبير اكبر. فقام جاي واخد هنا ادي برضو اللايت ميكروسكوب، بس درجة التكبير هنا كانت 122، هنا 260، يعني امجان مكبر ايه مكبر اكتر ومقرب على هذه الثيرويد فوليكل. يعني هنا كان فيه فوليكلز كتير قوي، امجان هو واخد فوليكل واحدة ومقرب عليها. تمام. طيب فيجي هنا ادي الايه الثيرويد فوليكل، بص كده. لما نيجي نبص هنا على الايه الثيرويد فوليكل، هنجد انه الثيرويد فوليكل بتبقى عبارة عن دايرة كده، لقوا ان هي بتحتوي على مادة كده بروتينية تسمى الكولويد، مخزن كده بيبقى مخزون كده، واخد بالك، عباره عن بروتينات يسمى لي الكولويد. خلاص كده. والكولويد ده عباره عن بروتينات، هذه البروتينات بنسميها الثاير جلوبولين. جلوبولين ده بروتين، الثاير جلوبولين، ولسه هنشرح الموضوع ده بالتفصيل. المهم الثايرويد فوليكل كمان بيبقى فيه هنا سيلز بتعمل لايننج للايه الفوليكلز دي، هذه السيلز خلاص كده كده بيسموها لي الكيوبويدال سيلز، سيلز بتبقى مربعه كده او مكعبه، كيوبويدال سيلز خلاص كده. ونظرا لان هي بتحوط الفوليكل فسموها الكيوبويدال سيلز بتاعت دي بتاعت الفوليكل خلاص كده. وفي كتب تسميها الفوليكولار سيلز، يعني السيلز بتاعت الايه بتاعت الفوليكل. والفوليكولار سيلز دي بتنتج الثايروجلوبولين، وبعد ما تنتج الثايروجلوبولين ترميه هنا في المخزن في النص. يبقى هذه الخلايا، شايف كل خلايا دي بتصنع ماده تسمى الثايرو جلوبولين، وبعدين تقوم ترميها فين؟ ترميها في الايه؟ في النص كده. خلاص؟ يبقى دي عندنا كمان في خليه كمان هنا بنسميها البارا فوليكولار سيلز، يعني دي اسمها الفوليكولار سيلز، ودي البارا بتبقى جنبها كده موازيه ليها، بنسميها البارا فوليكولار سيلز. خلاص؟ نفس الكلام الناحيه الثانيه. قام جاي جايب اهو ادي الايه؟ الفوليكلز. وادي الكافيتي بتاع الفوليكل اللي هو فيه المخزون بتاعنا اللي هو الكولويد اللي هو الثايروجلوبولين. الخلايا ديت، شايف الخلايا دي؟ دي كيوبويدال سيلز، شوف مكعبه ازاي، الكيوبويدال سيلز خلاص كده. دي بتنتج الايه الثايروجلوبولين وترميه هنا في الكافيتي، تنتج الثايروجلوبولين وترميه هنا في الكافيتي. وهذه الخلايا بتنتج الثايرو، الثايرو ده بيبدا اسم بيبدا بيه بالتي صح، بيبدا بالتي صح، فنسمي الخلايا دي التي سيلز، التي ثايروسايت سيلز. تمام كده. طيب تعالى ما نشوف كده الخلايا بقى اللي جنبها، اللي هي دي، اللي هي دي، دي اللي هي بنسميها البارا فوليكولار سيلز بالراحه بقى كده. يبقى السيلز دي اللي هي بتكون الفوليكل، بتكون الحصه، بنسميها الفوليكولار سيلز. طب الخلايا اللي جنبها دي بنسميها البارا فوليكولار سيلز، فهي اخذت كلمه فوليكولار او بارا فوليكولار على حسب الموقع. يعني دي سيلز بتكون الفوليكل فبنسميها فوليكولار، وفي خلايا بره كده وموازيه ليها بنسميها البارا فوليكولار. يبقى ده من حيث الايه؟ دي التسمية من حيث الموقع. طيب الفوليكولار سيلز دي ممكن نسميها تي ثايروسايت، لأن دي اللي بتنتج حاجة اسمها الثايروكسين التي 3 والتي 4، عشان كده بنسميها الإيه التي ثايروسايت، بتنتج حاجة اسمها الإيه الثايروجلوبولين، فعشان كده نسميها تي. طب أمال دي؟ لا دي بتنتج حاجة اسمها الكالسيتونين فبنسميها سي. فاهم أنت الدنيا إزاي؟ يبقى الخلية دي نسميها فوليكولار سيلز أو التي، التي ثايروسايت سيلز. طب ودي نسميها البارا فوليكولار سيلز او نسميها السي ثايروسايت سيلز. دي الخلايا اللي بتنتج الثايروجلوبولين وترميه هنا في اليومن. لا دي ملهاش دعوه باليومن خالص، دي بتنتج حاجه اسمها الكالسيتونين. نكمل كلامنا الفيديو.